Rainy parabola, Rainy parabola. One has to find الحاجات اللي انا هقولها. Number one, اين يقطع محور السهم؟ هنسميها اكس انترسيت. اللي هي نقاط التقاطع مع محور السهم. قد يكون نقطتان مختلفتان وقد يكون نقطتان متشابهتان وقد يكون ما فيش نقاط ابدا. لو بتكلم نمرة اثنين، اين يقطع محور الصدارة؟ الواي انترسيت. فهو انا لو راسم اهو ادي الاكس اكس ده وادي الواي اكس والجراف ده، لان احنا الجزء الاولاني ده بندور على النقطه دي اللي هي ايه والنقطه دي اللي هي بي، فدول بيطلع الاي والبي. طيب النقطه دي بتطلع السي اللي هي النقطه دي اللي هو يقطع محور الصدف مره واحده، ولازم لازم سواء واطيه عاليه انما هو لازم يطلع المحور ويطلعوا بره. لما بمحور السينات ممكن اقطع مرتين ويبقوا قد بعض او مختلفين او ما فيش تقاطع على بعض. ثالث حاجه اللي لازم نطلعها، لازم نطلع النقطه دي اللي هي الفيرتكس، يعني نسميها فيرتكس راس. فيرتكس بي اي ار تي اي اكس راس بتاع النقطه دي، لو كان هو معدول هيبقى اسمها مين؟ هيبقى نهايه صغرى من، ولو هو كان مقلوب زي كده مثلا يبقى النقطه دي اسمها ماكس. فاحنا نفسنا انك تقول لنا برضه المينيمم فين والماكسيمم فين، لو بعض الكتب بتسميها يقول لك فين الفيرتكس، السين بتاعتنا كام والصين بتاعتنا. وبعدين عندنا خط يمر بالفيرتكس كده، خط راسي كده اهو اسمه اكسس اوف سيمتري. يعني ايه اكس اوف سيمتري؟ محور التماثل. محور التماثل هو خط راسي يقسم الفنجان الى قسمين شمال ولا يمين. لو تجيب الجزء اليمين وتطويه يركب على الشمال او العكس، فده بنسميه اكسس اوف سيمتري، محور التماثل. اكسس اوف سيمتري ان عربي هو اسمه محور التماثل، اي انا يمين وزي يسار. فهو الثالثه نجيب المينيموم على الماكس، ورابع مطلوب نجيب محور التماثل او الاكس اوف سيمتري. هم اربع حاجات لازم ابينهم على الاخر. انا ناخد عليهم امثله ونوري لحضرتك. صح صح فعلا اهو. Here is an example. Example number one. Suppose الراجل قال لي واي بتساوي اكس سكوير ناقص 6 اكس زي. يلا انا هسال بقى. فرابولا ده ولا لا؟ باصص لفوق ولا باصص لتحت؟ باصص ليه؟ على الاقل ده احنا عارفين شكل الفرابولا وبيبص لي، صح؟ طيب انا نمره واحد، انا عايز اجيب التقاطع بتاعي مع محور السينات. طب على محور السينات الاكس بكام؟ والواي بكام؟ لو انا على محور السينات يعني أقول قيم واي كلها بكام يا حضرات؟ بزيرو، مش كده؟ دي طيارة ماشية على أرض المطار، لم ترتفع بعد، ما طلعتش فوق من الأرض. طب استمرار الأحداث الرأسي بتاعها زيرو، وهي بتجري على الأرض فالسين بتتغير حسب الموضع، ولكن الصوت بكام باستمرار؟ بزيرو. طيب وعلى محور الصدارة، طيارة هليكوبتر وطالعة فوق لفوق، طالعة فوق أو نازلة تحت، مين اللي بتغير؟ لكن هل الاكس بتتغير؟ فدائما وابدا هنا الاكس بتاعتي بتساوي زيرو. على محور الصدار الاكس بتساوي، ودول هم اللي انا هستخدمهم لواحد واثنين. انا عايز اجيب الاكس انترسبت احط الواي بسيط. عايز اجيب الواي انترسبت احط الاكس بسيط. فهنقول الحلول دول فور واي انترسبت اللي هو الساكن. انا خالفت الاوردر شويه. نعمل ايه؟ سيت اكس ايكوال بي. يلا حط الاكس دي. ما ده راح في الغسيل. وده راح في الغسيل، الواي تبقى بكام؟ في 8. يبقى انا اول حاجه عارف ان هو برابولا وباصص لفوق وهيقابل ان هو فين عند فين يا حضرات؟ عند 8. ادي الواي اكس وادي الاكس. كلير لغايه كده؟
طيب نمرة اثنين فور اكس انترسبت هنحط ست ان واي تساوي صفر. طب لو انا حطيت الواي بتساوي صفر يبقى ده معناه ان اكس تربيع ناقص ست اكس زائد 8 تساوي صفر. لو انت شاطر في الفاكتورايزيشن اللي هي تحليل المقدار الثلاثي ده حلل المقدار الثلاثي هتفضل مقدارين امر ما تعرفش في ايدك كالكوليتر خش على الكالكوليتر لازم يبقى معاك من هنا ورايح كالكوليتر لان هعلمك عليه حاجات كتير. خش على الكالكوليتر ونحكي كوادراتيك ايكويشن يعني من المود او من المنيو نحكي ايكويشن وبعدين نقي الكوادراتيك اللي شكلها اكس تربيع زائد بي اكس زائد سي تساوي صفر. ملي المعاملات واحد سالب ستة ثمانية أولى يساوي يديك رقم ثانية يساوي يديك رقم تاني. إنما لو حللناها هنلاقي إكس ناقص اثنين بإكس ناقص أربعة تساوي صفر. يبقى الإكس بكام والإكس بكام؟ يبقى هقابل هنا عند اثنين وقابل هنا عند فين؟ أربعة. جاوبنا الإجابتين الأولى والثانية اللي هي أين أقطع محور الصدارة وأين أقطع محور فاضل لي حاجتين على البرابولا. الحاجه الاولى على البرابولا ده انا عايز الفيرتكس دي فين؟ اين تقع هذه الفيرتكس؟ فين دي؟ فتعالى بقى نشوف كده الكتب. نعم الكتب بتدي فورمولا بالظبط في ثالثه اعدادي هقولها لك برضه انا بحسبها بالالجبرا لكن تعالى نستخدم اللوجيك فقط دماغي بس هي اكيد ما بين اثنين وكام؟ والبتاع ده مقسوم نصين بالتساوي ولا لا؟ يبقى لازم تيجي فين دي بالست؟ ما هو متوسط الاثنين ولا اربعه؟ ثلاثه. يبقى انا اكيد عارف انه لو رسمت خط راسي كده اهو مرة بالفيرتكس يبقى اكيد الاكس بتاعته بتساوي ثلاثه. الثلاثه دي جت منين؟ اثنين زائد اربعه على اثنين قبل. طب انا لما عرفت الاكس بثلاثه ما انا اقدر اعوض اجيب الواي. يلا سبستيتيوت خد الاكس دي وسبستيتيوت في مين؟ في المعادله واي تساوي اكس تربيع ناقص 6 اكس زائد 8 يبقى الواي هتساوي اكس تربيع ب 9 ناقص 6 في 3 ب 18 زائد 8 فالجواب 17 ناقص 18 الجواب يبقى كام يا حضرات؟ سالب 1. يبقى النقطة دي إحداثياتها كام وكام؟ السين بتلاتة والصاد بإيه؟ ويبقى إحنا دي قصاد هنا هو على المحور الرأس قصاد سالب كام؟ أحط الواي بصفر اللي هي الواي دي لا صفر يبقى يطلع إكس تربيع ناقص 6 إكس زائد 8 تساوي صفر مظبوط؟ حللها الحاصل ضرب القوسين الإكس تربيع إكس وإكس الثمانية بدور على عددين حاصل ضربهم 8 ومجموعهم 6 فهم 2 و4 فحط هنا ناقص 2 وهنا ناقص 4 لو حصلت ده بصفر يبقى يا اما الاكس ناقص 2 هي اللي بصفر وبالتالي الاكس ب 2 او الاكس ناقص 4 هي اللي بصفر وبالتالي الاكس بكام؟ خلاص ان ذا ميدل من النص هنا يبقى الاكس ب 3 وبعوض بيها اجيب الواي. طب يلا بقى هنجاوب اسئله اخرى اسئله زي دي احنا رسمنا وحددنا كل حاجه. هسألك بقى أسئلة غير الرسمة دي وفين؟ وفين الأكس لو سيمتري؟ إيه؟ فين الأكس لو سيمتري؟ المحور التماسي. هو سالب واحد؟ بس ليه معادلة؟ معادلته إيه؟ إكس بتساوي 3، ما فيهوش واي، أي خط رأسي المعادلة بتاعته سي تساوي إكس تساوي. يبقى انا اللاين ده اللي هو الاكس اوف سيمتري تكتب لي الايكويشن بتاعته اكس بتساوي 3 فده بيجي لك فيه سؤال وات از ذا ايكويشن اوف ذا اكس اوف سيمتري ايه هو الاكس اوف سيمتري محور التماسك هتقول لي الاجابه اكس بتساوي 3 ما هي اقل قيمه للواي؟ الرسمه دي سالب واحد هي نزلت تحت ده؟ لا هي من سالب واحد تصاعد كده يبقى اذا تقول لك ايه وات از ذا مينيمم فاليو اوف واي وات از ذا سمولست فاليو اوف واي احنا نسالك سؤال
بين الـ smallest value of y وطريقة تانية للسؤال الـ minimum y. قول لي والله سالي واحد صح؟ في صعوبة في ده؟ كل ده باين من الرسمة. نسأل سؤالين تانيين بقى، فين الدومين وفين الرينج؟ ايه هو الدومين؟ الدومين نبص له فين؟ على محور السمان. والرينج نبص له فين؟ طب بالله عليك يعني انا عشان اعرف الدومين او ما اسال نفسي اسئله صغيره، حط صباعك يعني على محور السمان. لو طلعت او نزلت تقابل الجراف ولا ما تقابلوش؟ رغم لو كنت هنا تقابل ولا ما تقابلش؟ ولو كنت هنا جو وهنا وهنا كله وهنا و... لا ليه ملك الملك البتاع ده فاتح كده لغايه ربنا لاقصى السماء العليا. انت فاكر ان هو يقف كده زي ما انا راسم؟ لا ده بقى فنجان بحر، فنجان في الجنه، فنجان بحر لا يقف. وبالتالي منين انا منعقون على الاكس اكسس اقابل ايه؟ اقابل الكير. يبقى جميع النقاط مسموح بيه. كل غير مرة. يبقى احنا نجاوب على ده وات از ذا دومين؟ دومين يعني قيم اكس المسموح بيها هو الريال مرة. ار يعني كل الاعداد الحفريه. كل الاعداد الحفريه. ليه يعني سالب وموجب وصفر وكسر وصحيح كل حاجه. بس ما بين الاثنين والاربعه او لسه مش خاصه بالعمل. ايه واحده واحده خير. انا ما اخدها. حط صباعك هنا اهو. حط صباعك هنا اهو. على فين؟ على الاكس اكسس. ارسم عمود من النقطه دي. ما يهمناش تحت ولا فوق. هيقابل الجراف ولا مش هيقابله؟ هيقابل. يبقى النقطة دي في الدومين. مظبوط؟ قيمة مسموح بيها من قيم الاكس. وبالتالي الدومين كل النقاط اللي اكس اكس. انما الرينج بقى. الرينج اقل حاجة للواي كام؟ ماينس 1. طب فوق يبقى الرينج هنقول عليه ان الواي اكبر او تساوي سالب واي. قلنا كل حاجة في الدنيا عن الجراف ولا ما قلناش؟ قلنا كل حاجة. شكل الجراف. أين أقطع محور السنان؟ وفي نقطتين ولا أكثر ولا في نقطة واحدة متكررة ولا ما بينقطعش خمس وحدات؟ وأين أقطع محور الصدر؟ وبعدين فين أين محور التماس؟ هذه هي كل الأسئلة اللي ممكن الراجل يسألك عليها. لا أكثر ولا أقصر. في أي صورة؟ أهو إحنا لما عوضنا عن السين هنا هم ثلاثة. وعوضنا عنها بالايكويشن طلع الواي بكام؟ سالب واحد. قصاد الثلاثه دي عمرك هتنزل لتحت ولا هي دي خلاص كده الكيرف بيعلى لكن ما بينزلش. بالتالي اقل قيمه للواي هي كام؟ هي سالب واحد. فالرينج هو من اول السالب واحد ده ممكن طالع كل ده. كل ده بالرينج مش كده؟ انما الدومين لا كل حاجه بالدومين كل حاجه على محور السنة. نعم الرينج. الرينج معناها ايه بقى؟ معناها قيم واي اللي على الجراف. طيب قول لي بقى هل الواي ممكن تبقى سالب 2؟ ممكن؟ اعرفها ازاي حضرتك؟ حط صباعك على الواي اكس. حلو؟ وبدل ما ترسم خط راسي ترسم خط اوفر. يقابل الكيرف ولا ما يقابلش؟ انا لو جيت هنا ورحت راسم كده بقابل الجراف. لما اطلع كده بقابل الجراف اول مره اقابل قصاد كام؟ وكل اللي فوق بقابله ولا ما بقابلوش؟ بقابل كل اللي هون. فاذا الدومين احنا بنعرفه بالخطوط الراسيه بنقابل الكيرف ولا والرينج هو خطوط الافق. اذا قابلت البتاع يبقى ده النقطه دي بالرينج. هل هذا هو؟ نعم تمام. نعم
سيبك من الصفصفه الخايبه. ايه الناس انا ما بحبش الطريقه دي في التدريس ابدا في المدارس بتاعتي. انا الافنديه يعني عيب قوي ان لغايه الان مثلا اولى ثانوي انا شفت مدرسه الرياضيات يعني حزلقه وحملقه. ان هو الواد يقعد يقول لك ايه؟ ما انا لو عايز دي اكتبها بقى ان هي انترفال كده معمولة من أول سالب واحد لحد ما لا نهاية ويعمل كده. يا أخويا ما هي دي هي بتقول نفس الكلام. وأنت لازم تكتب كده يعني؟ يعني ما جاش الراجل لابس طربوش ما يجيبوش؟ لابس عمة ماشي. طربوش أحمر. طربوش أسود. أنت قلت طربوش. بس ما قلتناش شكل الطربوش. فأنا ما قلت واي اكبر من اول سالب سالب واحد قالت المعنى اي حاجه من اول سالب واحد بصاعده ده بعد شويه هيقول لك بقى اليونيون الانترسكشن وكلام اهبل يا حبيبي الماثماتكس هو علم البيوتي علم الجمال في جماليات خليك بسيط كل ما كنت حاجه ابسط انا استاذي كان في امريكا يعلمنا كده يقول لك اذا شفت برهان نظري كتاب ولقيته معقد اعرف ان الراجل ده ما فهمش النظريه صح. ها؟ السؤال الاول تفهموا ولا لا؟ معلوم ولا مألوف؟ معلوم. وعامل 46 هنا سالب ولا مألوف؟ طب عايزين ايه؟ ما شكله ايه بقى؟ هو واحد من ثلاثة دول. يا اما كده يا اما كده يا اما كده هذا السين احنا عارفين ان واحد من ثلاثه مظبوط. طب عايزين بقى نجيب تقاطع مع محور السينات عملناها قبل كده وهنعملها تاني. يبقى خطوه رقم واحد حط الواي بصفر. ست واي تساوي زي صح؟ يبقى ده معناه انك تقول لي اكس ناقص اكس تربيع يساوي صفر. حصل؟ خد اكس كومن فاكتور استنى واحد ناقص اكس حصل؟ يساوي صفر. يبقى يا اما ايه يا اما ايه؟ اكس بزيرو او اكس بكام؟ يبقى انا عارف ان هذا الافندي هيقابل المحور السينات مره هنا عند الصفر ومره ثانيه عند الواحد وهو مقلوب صح؟ يبقى اكيد شكله عارف شكله لانه هيقابل مرتين ازاي؟ والاثنين مختلفين ما هو لو الاثنين متحدين يبقى كان هيمس المحور لكن دول قيمتين مختلفتين ولا لا؟ وهو باصص لتحت لحد كده المعلومه خلاص ان لازم الشكل ده. صح؟ طب جميل. عايزين بقى نجيب بقيه الحاجات. اين اقطع محور الصداق؟ بص للرسمه اهو. بقطع محور الصداق فين؟ زيرو زيرو. بمر بنقطه الاصل. يبقى انا اهو بين زيرو زيرو. تقاطع مع محور السينات مره عند الزيرو ومره عند الواحد. مش كده ولا لا؟ طب فين الاكسس اوف سيمتري؟ يجي فين؟ لازم خط الاكس هنا تبقى بكام؟ بهاف بنص جبناه منين الهاف ده؟ زيرو زائد واحد على الاثنين واحد على اثنين يبقى نص كده اجيب طب لما اعرف الاكس بنص اعرف اجيب الواي ولا لا؟ اهو سبستيتيوت اخد زي ما عملنا في المثال اللي بعديه سبستيتيوت ان واي الواي اللي هي كانت كام؟ كانت اكس ناقص اكس شيل الاكس واحط نص ده نص ناقص مربع النص ربع نص الرغيف ناقص ربع الرغيف يبقى فاضل لك كام؟ ربع الرغيف يبقى النقطة الإحداثياتها كام وكام؟ الاكس بتاعتها نص والواي بتاعتها بتساوي ايه؟ ربع صح؟ يبقى لو سألتك كنت فين الفيرتكس؟ تقول لي عند نص فين الاكسس اوف سيمتري؟ اهو ده اسمه الاكسس اوف سيمتري دي اسمها الفيرتكس طيب البتاع ده ليه مينيموم ولا ليه ماكسيموم؟ كام؟ اعلى قيمه للواي بكام؟ اعلى قيمه للواي ربع يبقى الماكسيموم واي تساوي ربع يبقى هو مقلوب ليه ماكسيموم؟ هو معقول ليه منهم صح ولا لا؟ طب يلا هقول للدومين وقول للرينج. What is the domain of this problem؟ الدومين؟ اه
من الارض اي بروبلم من الارض وانت مغام خلاص يبقى من الارض لكن الرينج يا حبيب قلبي وانت ذا رينج اوعى تضرب الطريقه المعقده يا زعيم الرينج ايه بقى الله يبارك فيك اعلاها ايه اعلاها ربع او اقل ربع او اقل نكتبها ازاي انجلش واي اقل او زاويه افرض انت اختلط عليك النقد في الامتحان بعضنا بيغلط حكايه العلامات ان دي علامات اقل والنقد وخاصه في العربي الاكبر معاكم مش كده ولا لا يعني احنا في العربي انت تقول سين اكبر من صاد مش كده طب لو كتبناها ان انجلش هتبان ازاي الاكس از جريتر ذان واي العلامه العكس انت ساعات يختلط عليك الامر هي ترى اكبر ولا اقل قولها بالكلام قولها بالكلام قول واي از ليس ذان اور ايكوال تو اكورد برو قولها بالكلام مش لازم تحط علامات زي ما بقول لك انا الجينيوس الماتماتكس كذلك قول بلغه مفهومه تفهمها المستمع ولا يزال الضرر انك تجعل العلاقه اقل واكبر ولا خلاص انت قد تتسرع وتيجي تكتب اقل تكتبها اكبر بتاخد زي بقول لك خلاص انت بصعوبه ده حضرتك جميل طيب ناخد واحده بقى حلوه كده اكزامبل ثالث واي بتساوي اكس سربيع زائد اكس زائد واحد ده برابلة مش كده بص لفوق ولا بص تحت لفوق عرفنا منين ان هو بص لفوق استربيع بموجب طيب هو من نوع الام بقى اللي بيطلع المحور مرتين ولا بيمس المحور ولا متشعلق في الهواء هنا المره دي ما اقدرش افكتورايز تقدر تحلل دي لحظه ضرب قوسين ليه عشان انت كنت هتقول انا عايز اضغط على دين حاصل ضربهما واحد ومجموعهما واحد اللي عليك تلاقي ما هنا يحسب بقى المميز وات از ايه في المساله دي واحد وات از بي في المساله دي واحد وات از سي وات از دي كابيتال اكتب القانون بي سكوير ماينس 4 اي سي يطلع بيه تربيع بواحد واحد تربيع بواحد ناقص اربعة طلع سالب ولا مش سالب؟ سالب يعني اقل من الصفر يبقى شكله ايه بقى اللبن ده الفرابل ده؟ طايح طايح في الهواء طايح في الهواء صح؟ يبقى الفرابل بتاعي طيب هيقابل محور الصداد في ايه؟ حط الاكس بصفر يبقى يقابل واحد يبقى اذا اللبن ده من المؤكد انه هكذا هادي واي اكسس وادي الاكس اكسس ومتعلق في الهواء فوق ما قطعش المحور ولا حصل تماس وقابل محور الصداد عند الواحد السؤال بقى انا عايز اجيب النقطه دي احنا في المساله اللي قبل كده حضرات دي اخر حاجه اقولها النهارده المساله اللي قبل كده احنا عندنا نقطتين كنا بنجيب بناخد المواصفات دي عملنا واحده واحده فين النقطتين ده ما بيقابلش المحور الاصلي هنا بقى اكره اخاك لا بطر تحفظ الحته اللي هقولها انه الاكس بتاعت النقطه دائم يعطى بالعلاقه سالب بي على 2 اي البي بكام هنا؟ واحد والاي بكام هنا؟ واحد يبقى هي فين؟ الاكس تبقى فين؟ انت سالب نص واحد على على اتنين يعني سالب نص يبقى الرسمه اللي انا راسمها دي حلوه ولا وحشه؟ ها؟ وحشه ليه؟ لان اللي انا راسمها دي الاكس موجبه ولا سالبه؟ موجبه وهي طالعه ايه؟ سالبه طب ارسم بقى انت لنفسك كده وشوف هترسمها زي ما انا هرسمها ولا لا؟ يبقى اكيد الرسمه دي خطا واروح مصلح نفسي اقولها الصح بتاعي انا عارف ان انا هقابل المحور عندي كذا يعني عندي واحد بس انا يعني الاكس بتاعتي بالسالب هنا عندي الواحد الواي اكسس وادي الاكس اكسس ولكن الاكس هنا اهو سالب نص
كل اكس بسالب نص اعرف اجيب الواي ولا لا؟ احنا قلنا لما اعرف الاكس اجيب الواي يبقى هنا هقول سبستيتيوت واي هتساوي نص تربيع بالسالب زائد سالب نص زائد واحد الاماني ده بربع وسالب نص وزائد واحد يبقى واحد وربع اللي هي 5 على 4 ناقص نص اللي هي 2 على 4 يبقى الجواب 3 على 4 يبقى كانه هذه النقطه احداثياتها ايه من شاطر يقول لي السين بتاعها سالب كام والصاد بتاعتها بكام هنا سالب نص كوما معاها 3 على 4 طيب قول لي الاكس اوف سيمتري What is the axis of symmetry? الاكوشن بتاعك ويا حضرات دايما الاكس اوف سيمتري تقول لي اكس تساوي اكس تساوي كام؟ سالب نص خلاص هو ده الاكس اوف سيمتري طب قول لي اقل قيمه لواي ما اقل قيمه لواي؟ 3 على 4 مش كده؟ يبقى هنا السمولست واي او المينيموم واي هيساوي 3 على 4 طب قول لي الدومين يا هيك حد يغلط هو الار دائما طب قول لي الرينج الواي دائما من ثلاث ارباع في ايه؟ صاعدة الواي اكبر من او تساوي 3 ارباع عندنا عنده اسئله؟ الورق بتاعي ارقمه وانا بحط الورق بالراجع فهيطلع بالرقم